السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا بخير. لقد تم بحول الله يعني تجمع ديال جميع المغاربة المضاوين تحت هذه الريادة ديال السياحة والدراجة الكهربائية، وكانت حسنة أن الناس ديال فرنسا جاو تاهما بهذا النوع ديال الدراجات الطاقة الشمسية، وهذاك يعني أن الدراجة تقدر توحد الشعوب، تقدر توحد العالم كيف ما وحدتنا حنا المغاربة. وكنشكروا جمعية الجمعية ديال الدراجة الذهبية برئاسة السي سعيد هرماس وجميع الساكنة ديال المدينة تارودان. السيد غيتكلم لنا على التجربة ديالو. Alors, je suis ravi d'être accueilli à Taroudan avec c'est une étape du Sun Trip puisque on est reçu par cette superbe organisation de cyclistes marocains et qui correspond à l'esprit du Sun Trip. Voilà, et on vient de France, on a traversé l'Espagne, le Portugal et on fait une grande boucle au Maroc pour revenir en France après. كيعني بان الدراجه تقدر توحد العالم. والسلام عليكم ورحمه الله. اسمحوا لي.